السلام عليكم شباب قناه ماتش الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حاضر عليكم مجموعه تمارين لحل مشكله العضله النائمه. قبل اي حاجه عشان احنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده. يلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان انتم لو حابين تعرفوا اي معلومات او اي نصيحه متعلقه بمنطقه العضله النائمه هتقدروا تفتحوا ديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو، هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. مش بس كده، كمان عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي احنا هنعملها مع بعض واللي انا هعرضها عليكم ان شاء الله في فيديو النهارده هتساعد وتساهم بشكل كبير جدا على انكم تتخلصوا من مشكله العضله النائمه في وقت قصير جدا. والتمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض عايزكم تركزوا فيه كويس جدا، وكمان الاداء اهم من الفايده. في التمرين ده بالذات حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تخلوا قدم الرجل تبقى قريبه من بعضها، يعني ما يبقاش فيه فراغ ما بينهم، لا يبقوا لاصقين في بعض. وهنعمل التمرين ده مع بعض اربع مجموعات في 20 عده. يلا بينا. بريك. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين الثاني
يعني الحركه قريبه من التمرين الاول بس شبت في حاجه بسيطه جدا، ولكن اسلوب التمرين نفسه مختلف، ولكن الفايده واحده والاستهداف واحد. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. بريك. واخيرا هعرض عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع قريب شويه من التمرين الثالث والسبت، ولكن هيكون فيه بعض الاختلاف في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات ب 10 عدات. يلا بينا. بريك. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني، دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، ولكن الاستهداف واحد والهدف واحد والفايده واحده، ولكن محتاج تركيز، محتاج تحكم في الحركه، محتاج هدوء اعصاب. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا.
بريك. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا السماحنا بتاعتون دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يرد على كومنت تحت وان شاء الله هجاوب عليكم بأقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستغرام وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل الفيديوهات الجديده، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.